مرحبا احبابي، كيفكن؟ ان شاء الله اليوم وكل يوم تكونوا بخير وعافية يا رب. بدي اعمل انا وياكن اليوم طريقة تحضير بسكوت بالتمر. بسكوت عن جد روعة، بنصحكن تجربوا الطريقة، طريقة كتير حلوة وطيبين وبفتوا فات وعن جد شايفين شو رائعين بشهو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط نص كوب سكر بالخلاط، نص كوب زيت نباتي، بيضة، رشة فانيلا كتير صغيرة. بخلطهم مع بعض بالخلاط ليصير عنا مزيج كريمي. بعد ما عملت الخليط انا وياكم هيدا الخليط، هلا بدنا نكفي مع بعض. بحط بالعجينة كوب ونص طحين، ملعقة طعام حليب بودرة، بحط ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كمان بحط شي كتير بسيط ملح. بخلطهم مع بعض. خلطناهم شي بسيط. هلا بحط الخليط اللي عملته انا وياكم، الخليط السائل فوق الخليط البودرة. بس خلطت عنا العجينة بهيدا الشكل، هلا بحط 3 معالق طعام مي، ملعقة، 2، 3. برجع بعجن العجينة ليصير عنا عجينة متماسكة. هيدي العجينة صارت جاهزة عنا. بنحط العجينة بالشاط. هيدا قوام العجينة اللي عملته أنا وياكم، هيدا القوام شايفين كيف؟ نتحكم فيها مثل ما بدنا. حطها على جنب وبكفي الحشوة أنا وياكم. عنا هون نص كيلو تمر، 500 جرام تقريبا تمر. بحط نص ملعقة صغيرة هيل، نص ملعقة صغيرة قرفة بحط، ملعقتين صغار زبدة، ملعقة، 2. بعجنهم مع بعض. بعد ما عملنا الحشوة عجنتها وصارت بهيدا الشكل، هلا بدي شكلها بهيدي الطريقة. شكلها بهيدا الشكل، بحطها بالصحن كمان نفس الشي.
حطها بالصحن، راح شكل الباقيين كلهم وبرجع بكفي انا وياكم. بشيل شقفة صغيرة كتير من العجينة بهيدا الحجم، بعملها بهيدي الطريقة. عندي هوني شي بسيط زيت نباتي، بغط راس الاصابع بدهن العجينة، مد على الشوكة بهيدا الشكل، كمان حط حبة التمر وبلف العجينة على التمرة. بحاول أوصل العجينة ببعضها من الأسفل، شايفين كيف؟ هيدي طريقة. نعمل وحدة تانية مع بعض، عجينة صغيرة زيت شي بسيط، وبحط التمر. طريقة لفتهم كتير كتير سهلة وبسيطة. من هون نعمل العجينة بهيدا الشكل، بحطها على ورقة الزبدة. بكفي الباقيين برجع بكفي انا وياكم، وعم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الاعلى والاسفل. بعد ما حطيت العجينة بهيدا الشكل مع التمر شكلتهم، هلا بحطهم بالفرن. هولي بعد ما طلعوا من الفرن اخذوا بالفرن 9 دقايق، هيدا الشكل النهائي. هولي البسكوت بالتمر اللي عملتهم انا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.